بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترغب كل سيدة وفتاة في تخصيص أوقات معينة من اليوم للاعتناء بجمالها الشخصي، ولكن بسبب كثرة المسؤوليات التي تقع على عاتقها لا تجد وقتا للذهاب إلى صالونات التجميل أو نوادي صحية، حيث يصبح ذلك أمر صعب جدا في ظل الجدول اليومي المليء بالأشغال. لكن يمكنك الاهتمام بجمالك وبشرتك وأنت فقط في بيتك دون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن مخصصة وخسارة أموال كثيرة. فهذه الوصفة رائعة جدا بمكونات طبيعية متوفرة في البيت بمكون متوفر في هذا الفصل، وهو اليقطين، عصير اليقطين الطازج، يكون ني وليس مطبوخ. سبق ووضعت وصفات، ولكن باليقطين الطازج أي الني نبشر اليقطين في المبشرة الناعمة ونأخذ العصير، أو مباشرة بواسطة العصارة نأخذ عصير اليقطين ولدينا بياض بيضة واحدة. بياض البيض في هذه الوصفة فوائده رائعة جدا، يعمل على تبييض بشرتك، يعطيها مظهر نضر، وكذلك يعمل على تصغير مسامات بشر الوجه ويطهر بشرتك، يشد الجلد ويساهم في الحصول على بشرة أصغر من سنها الحقيقي، لأن بياض البيض يحتوي على البروتين الذي يقوي أنسجة الجلد، يخلص من مشكلة التجاعيد والخطوط العميقة على البشرة، يحافظ على نعومة بشرتك ومن أول استخدام، لأن بياض البيض يعتبر من المواد الملائمة بشكل كبير جدا لصاحبات البشرة الدهنية، يمنح بشرتك التألق لأنه يحتوي على عنصر المغنيسيوم، وكذلك يرطب بشرتك ويحميها من الجفاف والتقشير خصوصا في هذا الفصل بسبب العوامل الجوية المختلفة، لأنه يحتوي على عنصر البوتاسيوم، وكذلك يقلل من حجم مسامات صاحبات البشرة الدهنية والتي تسبب الحبوب والالتهابات. كذلك عصير اليقطين تكلمت عليه في وصفتي السابقة، وهو كذلك يستخدم في الجمال كالعناية بالبشرة، وهو كذلك به 100 مكون غذائي مفيد جدا للبشرة، وفيتامينات A وC ومادة الريتينيول والبيتا كاروتان وحمض الصلسيليك الذي يعمل على تبييض البشرة وتنعيمها، وكذلك يعالجها وهو مغذي طبيعي. نأخذ بياض البيضة ونضع عليها ملعقة طعام كبيرة من عصير اليقطين. قلت عصير اليقطين يكون طازج. نمزج المكونات جيدا مع بعضها البعض. حتى نتحصل على خليط شبه رغوي بهذا الشكل، نتحصل على هذه الخلطة وننظف البشرة جيدا سواء في النهار أو بالليل بأي وقت يناسبك. ننظف البشرة جيدا ونأخذ من هذه الوصفة نوزعها من الرقبة حتى بشرة الوجه، ونسترخي ونترك هذا القناع ليجف تماما. بعدما يجف هذا القناع يشطف بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات. الترطيب حسب نوع بشرتك، وأفضل زيت جوز الهند، رائع جدا للبشرة، سواء استخدمتيه بالنهار أو بالليل فإنه لا يؤذي بشرتك. هذا القناع استخدامه حتى وإن كان يومي رائع جدا ومفيد، خصوصا لمن لديهم تجاعيد واضحة جدا، ويمكن استخدامه حتى حول العينين، منطقة الهالات كذلك
يمكن استخدام هذا الماسك وبكل أمان. آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات وحتى البنات يمكنهم استخدامه وبكل أمان. الرجال كذلك يمكنكم استخدام هذا الماسك، رائع آمن وليست منه أي أعراض جانبية. يمكن الاحتفاظ بهذا الماسك بعلبة أو بأية برطمان زجاجي والاحتفاظ به في الثلاجة، صالح للاستخدام لمدة أسبوع كامل. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.